أهلا بكم مشاهدينا الكرام في مسار نشرة إخبارية جديدة تأتيكم من قناة النيل الأخبار من القاهرة. أهلا بكم مشاهدينا. أكد الرئيس عدلي منصور أن مصر حاليا في موقع أفضل مما كانت عليه، موضحا أن البلاد قد تجاوزت الفترة العصيبة وأخرجت الدستور الذي شهد نسبة إقبال عالية. وأضاف منصور أنه بصدد استكمال خارطة الطريق التي تتمثل بثاني الاستحقاقات وهي الانتخابات الرئاسية. في بداية المرحلة الانتقالية كما تعلمي كان مجرد ما فيها هي مجرد أماني أو أفكار، لا مش عارفين هننجح في تطبيقها ولا لا، لكن الحمد لله عبرنا هذه الفترة العصيبة تجاوزناها. حضرتك زي ما انت عارفة احنا انجزنا اول استحقاق رئاسي، عملنا الدستور توافق عليه بنسبة كبيرة، الناس في الاستفتاء كان مستوى الاقبال جيد جدا. نحن بصدد استكمال خارطة الطريق ان شاء الله. كما أكد الرئيس منصور أنه سيتم فتح باب الترشح في الانتخابات الرئاسية خلال أيام، مشيرا إلى أنه سيكون بها تنافس بين أكثر من مرشح. وأضاف منصور أنه ينحاز إلى فكرة تحسين قرارات لجنة الانتخابات، مشيرا إلى أن هناك 15 قرارا إداريا للجنة الانتخابات يمكن الطعن عليها، والوطن لا يحتمل أن يكون بلا رئيس خلال الأشهر الستة القادمة. كان بودي حقيقة يعني ألا أحصن حتى أتجنب كل ما أثير، لكني وجدت لما كلفت المستشار علي عوض مستشار الشؤون الدستورية أن يعد القرارات الإدارية الصادرة من اللجنة والتي من المحتمل الطعن عليها، وجدت هذه القرارات تفوق عدد 15 قرار، منهم قرار يا أستاذة لميسة خاصة باللجان العامة. اللجان العامة عندي 352 لجنة عامة. قد تصدر هذه اللجان قرار ويطعن في هذا القرار أمام لجنة انتخابات الرئاسية. مش متصور ولا إيه؟ أنا بقول لحضرتك أما يكون عندك 352 لجنة عامة قولي لي حضرتك أي رقم يجي عليك من ال 352 قابل للطعن عليه اذا ما صعد الامر لجنه الانتخابات الرئاسيه طعنا على القرار الصادر من احد اللجان العامه. للمزيد من المتابعه ينضم الينا عبر الهاتف الدكتور مختار غباشي نائب رئيس المركز العربي للدراسات الاستراتيجيه والسياسيه. دكتور مختار، يعني ما هي اهم النقاط التي ابرزها الرئيس خلال حواره التلفزيوني امس؟ يعني أنا وجهة نظري أنه أبرز نقاط في غاية الأهمية هي أثار الجدل كبير جدا مرتبطة بتحسين قرار اللجنة العليا للانتخابات، مرتبطة بالاستحقاق السياسي في هذه المرحلة بالذات. حاول جاهدا المستشار عدلي منصور الحقيقة أن يبرر مسألة عدم تحسين قرار النهائي بالخاص باللجنة العليا للانتخابات، ودي مسألة اجتهادية من وجهة نظري. هناك كلام كثير أصير بشأنها. أنا شخصيا ضد مسألة تحصيل قرار اللجنة العليا للانتخابات بصرف النظر عن كثير جدا من المبررات اللي ساقها المعالي المستشار. دكتور مختار، ولكن الرئيس منصور أعرب عن انحيازه بالفعل إلى فكرة تحصيل لجنة قرارات لجنة الانتخابات، يعني هل تعتقد أن هذا التحصيل بات محسوما إلى حد كبير؟ يعني انتهى، أصبح بات محسوما بصرف النظر عن الاجتهادات أو أقوال الفقه بشأنه، لكن هو رأي يتحمله معالي المستشار وهو يعني رأي قاطع بالنسبة له، والمسألة انتهت عند هذا الحد. لكن كنت أتمنى أن يكون حديثه بجانب الاستحقاقات السياسية أن يرتبط أيضا بمسائل مهمة جدا بتوجع الناس، وهي مسألة البناء الاقتصادي أو الاستحقاق الاقتصادي أو أداء الحكومة اقتصاديا بجانب البناء السياسي اللي الكل بيتحدث عليه الآن. نعم دكتور مختار غباشي نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية، شكرا جزيلا لك. عقدت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية اجتماعا أمس لوضع أهم القرارات المنظمة للانتخابات القادمة وكذلك اللائحة التنفيذية لقانون الانتخابات الرئاسية، تمهيدا لإعلان جدول المواعيد الخاصة بفتح باب الترشح وبدء إجراء الانتخابات. من ناحية أخرى، أقرت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية الضوابط والقواعد المنظمة لعملية تصويت المصريين بالخارج. يعني بتدي
عندنا البيانات على اللجان الفرعية إن شاء الله عندنا أربعة الجميل 51 التعويل على الناخبين في الاستدلال عن لجانهم بيشوفوش كان برضو زي من الخدمة إن هم يتصلوا عايزين يسمعوا مواد الدستور المواد المعينة دي على حسب طلبات المواطنين يعني. وبالتالي أعتقد دي كلها بسرعة لو طبعا ده ما كانش الوجه الأمثل كنا نفعل بيانات الوافدين تكون مستكملة ساعات قليلة. لائحة المنظمة لعملها والمتضمنة فتح باب الترشح وتحديد يومي الاقتراع والإعادة وكيفية تلقي الطعون والبت فيها. اللجنة ناقشت خلال اجتماعها تجربة القارئ الآلي التي تضمن نزاهة العملية الانتخابية ومنع تكرار التصويت. من الاتفاق أن برضو هنعمم تجربة القارئ الآلي اللي هي بتيسر على المواطنين وفي نفس الوقت بيبقى ليها إضافة حقيقية في سهولة والحصول على البيانات وسرعتها وتبويبها، وبالذات احنا متوقعين في الفترة الأولى وهي فترة جمع التوكيلات هيبقى طبعا في أعداد كبيرة جدا من المواطنين طبعا هيروحوا المكاتب العقارية الشهر العقاري أو في المحاكم، وبالتالي إزاي ان احنا النهاردة نوفر هذه الخدمة عن طريق قراءة بطاقة الرقم القومي بسرعة وبسهولة. ناقشت اللجنة أيضا في اجتماعها عملية الربط بين اللجان وتوفير لجان للمغتربين في الداخل والخارج. وزارة الاتصالات بتبذل مجهود كبير مع لجنة الانتخابات الرئاسية، فهي عن طريق الأجهزة الحديثة اللي يعني بنستخدمها في هذه المسألة بتحقق الربط بين اللجان المخصصة لتصويت المصريين في الخارج، وأيضا بتحقق الربط بين الأماكن اللي هيتم فيها تسجيل الوافدين في الداخل. جهود كبيرة تبذلها اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية لإخراج العملية الانتخابية في صورتها المأمولة. على قدم وساق تسعى اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية لإنجاز المهام الموكلة إليها لإجراء أهم انتخابات رئاسية في تاريخ مصر. من مقر اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، مصطفى مزار، النيل. في سياق متصل، أعلن الحقوقي والمرشح السابق لرئاسة الجمهورية خالد علي عدم خوضه سباق الانتخابات الرئاسية. ونفى خالد علي ما تردد بشأن مهاجمته للجيش، مؤكدا أنه لابد من التفريق بين الجيش كمؤسسة نحترمها ونحترم دورها في حماية الوطن وحدوده، وبين انتقاد دخول الجيش في الصراعات السياسية. يعلن المجلس القومي لحقوق الإنسان اليوم تقرير تقصي الحقائق حول فض اعتصام رابعة. قال محمد فائق رئيس المجلس إن التقرير يتضمن سياق الأحداث الداعية للاعتصام وفضه وما جرى يوم فض الاعتصام، كما أشار إلى أن التقرير يتضمن كذلك السياق السياسي الذي أدى إلى الاعتصام وتطور أحداث الاعتصام من 28 يونيو 2013 إلى 4 أغسطس من العام نفسه. وأضاف أن المجلس قد انتهى إلى مجموعة من التوصيات، أهمها طلب إجراء تحقيق قضائي مستقل في الوقائع التي تضمنها التقرير والانتهاكات التي حدثت ومحاسبة المسؤولين عنها. تستأنف محكمة استئناف القاهرة في جلستها المنعقدة اليوم بمعهد أمناء الشرطة نظر الدعوى المقدمة من القيادي الإخواني عصام العريان، وذلك بصفته أحد المتهمين في قضية أحداث الاتحادية والتي يطالب فيها برد المستشار أحمد صبري يوسف رئيس المحكمة الخاصة بجنايات القاهرة والمستشار أحمد أبو الفتوح. كانت جنايات القاهرة قد أوقفت السير في قضية أحداث الاتحادية التي يحاكم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي و14 متهما آخرين من قيادة وأعضاء الإخوان لحين الفصل في طلب رد المحكمة. حث رئيس الوزراء إبراهيم محلب المحافظين على تحقيق التواصل الدائم مع المواطنين للوقوف على مطالبهم وتلبية احتياجاتهم وسرعة حل مشكلاتهم.
خاصة ما يتعلق منها بتوفير السلع والخدمات والمرافق. كما أكد محلب خلال اجتماع مجلس المحافظين أن الفترة القادمة شديدة الأهمية في مستقبل البلاد، خاصة مع استكمال خارطة المستقبل بإجراء الاستحقاقات الانتخابية الرئاسية والبرلمانية. وطالب رئيس الوزراء المحافظين بفرض الأمن والنظام ومواجهة العابثين والإرهابيين والمخربين بكل حزم في إطار القانون. من ناحية أخرى، دعا رئيس مجلس الوزراء موظفي الشهر العقاري إلى إيقاف إضرابهم لمدة 90 يوما تقوم خلالها الحكومة ببحث مطالبهم والعمل على تنفيذها. جاء ذلك خلال لقاء محلب ممثلين عن موظفي الشهر العقاري، والذين دعوا زملائهم في المصلحة إلى وقف الإضرابات والاعتصامات وإمهال الحكومة الفرصة الكافية لبذل ما لديها من جهود لتحقيق مطالب المواطنين. بعد لقاء ممثلي الشهر العقاري بالمهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء بحضور كل من وزيري العدل والمالية، تم الاتفاق على مهلة 90 يوما للاستجابة لمطالبهم بعد دراستها بالكامل وفقا لمشروعيتها. تم وصفها اليوم بالمشروعة والتي سيتم الاستجابة إليها، وبعد دعوة محترمة نجلها جميعا ونحترمها من دولة رئيس الوزراء، وقد طلب منا لمدة 90 يوما من جميع الأعضاء والموظفين لإمهاله لبحث هذه المطالب ودراستها وتحقيقها بالكامل إليهم وفقا لمشروعيتها التي أشاد بها. كما صرح ممثل الشهر العقاري خلال مؤتمر صحفي عقد بمجلس الوزراء أن مطالبهم ليست فئوية، ولكنها مطالب إجرائية وإدارية تتطلب صدور قرارات من رئيس الوزراء أو وزير العدل. إضراب الشهر العقاري مختلف، هو قد يكون ظهر للرأي العام أن مطلب الشهر العقاري مطالب فئوية أو مطالب مادية. لا، إحنا بنطالب بشوية إجراءات بسيطة، إجراءات إدارية ممكن تصدر من معالي الوزير أو من معالي رئيس مجلس الوزراء، هتسهل إجراءات الشهر العقاري اللي قد بتبان للمواطن على أن هي إجراءات عقيمة أو بتصعب له الإجراءات. كما طالب المتحدث الرسمي لنادي مستشاري الشهر العقاري بتفعيل القانون الذي يختص بالملكيات العامة والخاصة، كما أكد ممثل الشهر العقاري أن حقوقهم المادية هي حقوق مشروعة. تفعيل القانون الذي يخص الشهر العقاري لحماية الملكيات العامة والخاصة للدولة، وده يخص حماية المال العام والخاص للدولة والمواطنين، وده أمر طبعا ده اللي احنا معنيين به في الدولة. تسهيل إجراءات الشهر العقاري على المواطن، توفير مقرات محترمة، توفير مقرات لائقة بالمواطن.